هلا والله بالاسئلة، معكم في مقطع جديد وحلقة جديدة. هالمرة ان شاء الله عندنا ردة فعلي على الكلاسيكو، مباراة عاد مهمة جدا، مباراة الذهاب. انا متحمس، اتمنى تكون مباراة صراحة ممتعة وحلوة. طبعا انتم عارفين النتيجة حاليا، ما يصير اقول لكم اتوقع النتيجة. نتمنى صراحة ان اشوف مباراة حلوة. توقعي تعادل راح تنتهي المباراة، ما ادري ليش احس تعادل، احتمال 2-2. نشوف المباراة على الاتحاد، ننتظر بس اللاعبين يدخلوا أرضية الملعب وإن شاء الله نستمتع. ودخلوا اللاعبين على طول لأرضية الملعب. إذا نسيت غزر اللايك طبعا لا تنسى، عطنا لايك على طول. هذه راح تكون إن شاء الله تشكيلة برشلونة هذه المرة. إن شاء الله دوليفيو راح يلعب، طبعا خلاص نيمار ودع، فبنشوف كيف. أحس إن الأطقم قريبة من بعض، ما أدري ليش، أو ممكن لا ما أدري. وهذه راح تكون إن شاء الله تشكيلة ريال مدريد، طبعا بدون كريستيانو رونالدو. ابتدى المباراة طبعا مباشرة. أوه جميلة، أوه روعة يا حبيبي، لو مررها كانت هذه خطيرة جدا. أول هجمة في المباراة تقريبا. شوف الكرة هني لعبت بشكل ممتاز، ما طالع وراه، لو طالع وراه كان راح يشوف ميسي. أوه جميلة، هذه خطيرة، لو عرضها ورا الكرة شالها المدافع، ليش ما لعبها لسواريز؟ يمدي يعرض. الله عليك جميلة، سلام عليك، تصويبة ما مشت. حلوة حلوة حلوة. بيل بيل بيل، عرضية حلوة، اوه ما مشت، انشالت على طول. فاول في مكان خطير جدا لبرشلونة. من راح يشوت؟ في الغالب ميسي. يلا يتقدم، اوه خطيرة، اوه حلوة ما مشت. جميل جميل جميل، الله عليك، عرضية، اوه راحت. جميل سواريز، الله عليك، راكيتيتش سواريز، قرب برشلونة، قرب برشلونة. جميل جميل اسكو، الله عليك، الله على العرضية، اوه جميلة جميلة من بيل ولا اروع من الحارس. العرضية على طول، يا سلام عليك، حلوة 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 حلوة، بالسرعة جميلة، اوه ما مشت، ما زالت خطيرة سواريز، اوه خلصها على طول المدافع. ممكن عرضية، عرضية حلو في مكان جيد، اوه عالية. اوكي انتهى على طول الشوط الاول. الشوط الاول تقريبا برشلونة كانوا في افضل، ما كان في شيء كبير جدا هذا الشوط. ننتظر الشوط الثاني ان شاء الله يكون ممتع اكثر من الشوط الاول ان شاء الله. اوكي يبتدي على طول الشوط الثاني من المباراة، ان شاء الله يكون شوط ممتع اكثر من الشوط الاول. اوه ميسي، ميسي مر لكن ما فيها اي شيء. خلنا نشوف الاعادة على طول، اللي دخل المنطقة، اوه لا بلنتي واضح، سلام عليك سلام عليك، وهدف اول على طول، 1-0 للريال. جميلة، خطم المدافع وهدف على طول. شوف الكرة بينية جميلة، عرضية وحطها على طول في نفسه. خطأ كبير من بيكيه، خطأ كبير جدا. اوه مرتدة خطيرة، خطيرة جدا، ممكن بش بسوي عرضية، اوه والله توقعتها بيسجلها مرة ثانية في مرمى. جميلة راكيتيتش ولا أروع يا حبيبي، خطيرة يا ساتر، ما زالت ايش بسوي، قول يا حبيبي كيف ضاعت. شوف اللعبة هني بشكل مجنون، عرضية ولا أروع ما مرت، رجعت مرة ثانية، يا ساتر. أوه أخطر 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 أخطر، هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول، يا ساتر يا ساتر. أوكي رونالدو يدخل على طول للمباراة. جميلة، يمديك فوق، الله عليك رونالدو، رونالدو يمدي، رونالدو يمدي، تصويبة ما تمر، أوه ولا أروع، استلام سيء وخطيرة، جول يوه. حلوة 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 حلوة، راحت 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 يا حبيبي، برشلونة مسيطر كليا على المباراة. حلوة بيل، يملي عرضية، عرضية جميلة، ممكن وين، حلوة حلوة حلوة، اوه هي خطيرة، هذه خطيرة شالها الحارس. جميلة سواريز، سلام عليك، هذه جول، يوه استعجل فيها واجد واجد، استعجل فيها. ميسي، اوه التصويبة، اوف يا التصويبه، ما زالت ما زالت خطيره، هذه جول، هذه يا حبيبي، وين وين شوت، شوف العاده وين. حلوه ميسي 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 ميسي، خطيره يا حبيبي، ما زال سواريز، وين
رجعت برشلونة أفضل بكثير حاليا. سواريز تمريرة في مكان سيء ترجع لميسي. ميسي سواريز خطير فيها ولا ما فيها؟ ركلة جزاء حسبها الحكم كنظرة أولية صراحة ما حسيت فيها، بس خلنا نشوف من هني. ممكن أيوه ممكن لا، صراحة ما أدري. كتبوا تحت رأيكم بالنسبة لهذه، خلني أتأكد من هني. فيها لمس من الحارس بس بعد ما راحت الكرة، بس ما أدري كيفكم. كتبوا تحت رأيكم هل فيها ركلة جزاء ولا لا. راح نشوف هل راح يقدر يسجلها ميسي ولا لا. يلا ميسي ولا الحارس يسجل على طول هدف التعادل. برشلونة يرجع في المباراة 1-1 من جديد. شوفوا على طول حطاها في جهة والحارس في جهة. إذا برشلونة يرجعون في المباراة، مباراة حاليا جدا جدا ممتعة للأمانة. حلو ميسي، يا ساتر. أوه يا حبيبي هذه عرضية، شو تسوي؟ يا شو يسوي ميسي؟ الله عليك ليو، الله عليك يا أخي، ايش قاعد يسوي ميسي؟ سلام عليك، ممكن تمر سواريز، حلوة، تأخر واجد. أوه ما مشت. أوه هاي لرونالدو بالسرعة. يلا خطيرة رونالدو ممكن شوت. يا حبيبي على الجول. اوف يا التصويبة، شوف كيف تصويبة، يا ساتر من فين تجيبها هذه؟ والله ما تنصد، نهائيا ما تنصد. اوه رونالدو يمر، راحت الكرة. اوه ركلة جزاء، لا والله على رونالدو، وطرد اظن، طرد رونالدو. لا ما فيها شيء نهائيا. بس هل هي طرد كارت ثاني ولا لا؟ هني هذه ما ادري فيها صراحة. ما حد دخل، ما زال الكاسر. حلوة لسواريز، جميلة ميسي، وين حلوة لميسي، يا السلام، حلوة ما تمشي سواريز. اوه خطأ كبير، صعبة نوعا ما، بس يمدي فوق. سلام عليك بالسرعة، تصويب. اوف والله جول، خلاص انهاها الريال، انتهى الموضوع ذهابا وايابا، 3-1. شوف كيف تصويبه، يا ساتر، 3 دقائق وقف الاضاع بالنسبه للمباراه، اخر دقيقه في المباراه. جميله، شالها المدافع على طول، انتهت المباراه، واتوقع انتهت الامور كليا حتى في الاياب. ما اتوقع ان راح يمدي برشلونه، لازم اتوقع 3-0 علشان يفوز، صعبه شوي. فاتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا على زر اللايك. هل تتوقعون ان برشلونه راح يمدي يرجع في الاياب ولا لا؟ على اي حال بالنسبه للذهاب، مبروك لعشاق ريال مدريد، هارلك بالنسبه لعشاق برشلونه. نشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع اخر، مع السلامه.